حابب ابلكيشن دخلك؟ ايه اذا بدك هوني فورا. الاسم رافائيل الشهرة جبور جنسية لبناني لبنان؟ لبناني حبيبي أنا لبناني كيف حالك تمام؟ الحمد لله شو مقدم على صار أكاديمي؟ ايه يلا الله يوفق من وين من لبنان حبيبي؟ أنا من جبال من جبال من جبال عندي أصحاب كثير بجبال أنا ولا من الشمال؟ ايه تشرفنا الله شو يوفق. أكيد أكيد صوتك حلو من مشي الحال بس ليك صار أكاديمي يعني ما تزعل مني بس إنه ما عم حط لك معلومات بس بده شكل بده جمال بده كاركتر مش كل شيء صوت هلا ما يعني ما انا جاي ما بحطم لك هلا قبل الكاستنج بنتفه فايتين يعني في معطيات وبشوفهم فيي هلا الحمد لله نشكر الله انا جاي بجرب حظ ليك شفت يعني انه بس ما يعني ما بحطم لك معنوياتك قبل هذا فهمت عليك يعني ما بعرف يعني انا شو ما كان بيلبق لي بتغني شو ما كان شو ما كان شو ما كان شو ما كان هي بالنهايه من عند ربنا الموهبه حضرتك شو بتسمع شو بتغني لمين بتحب تغني ليك حبيبي انا زلم دارس موسيقى كثير فهمان يعني فهمان شو عم بعمل فهمان وين جاي عرفت كيف بدك تكون عندك كيف انا ثقتي بحالي يعني هيك هن هيك بحبوا يعني بحبوا كاركتر بحبوا هضامه منظر شكل حلو تطلع على المسرح تعرف تعمل شيء مش انه يعني مش بس صوت يعني انه اكيد انا يعني صوتي يعني بشد الكبار انا محترف اسمع عليك بس انه زياده عن كاركترك الحلو وحضورك بس لمين بتسمع لمين بتغني بس ما احس لا ولا اي شيء بس انه قاعدين عم تسير انه عرفت كاستينج خليك خلي ممكن انا تفضل ليك حبيبي انا بغني كل شيء شو ما كان بالبق لي الاحساس الوطني الجبلة اسم الله عليك اسم الله عليك الطربة ما حاتفاجئ يعني انا اكيد ما خليني اكفي اسمي اكيد واهم شيء ثقتي بحالي يعني نعمة من عند ربنا انتبه هيدا اكيد مش شيء يعني قد ما تشتغل عليه بتخيل الله يكفي اكيد نشكر الله طيب شو حب هيك تسمعني قد ما تفوت يا الله هيدا شو السؤال بيقولوا لي بسمعنا بعمرك ما تقول الرقاصة رقصي ولا الفنان فغني يعني عرفت كيف تعلم احطها براسك ما قاعدين هلا ما تفوت على الكاستنج انه على الوقت انه اذا بدك ان شاء الله بعدين هن عم يغنوا نحن عم نشوف بس سمعني شيء صغير ليك كلهم بحبوا يسمعوا صوتي وهيك بس انه اذا بدك وقف على الباب حط داينتك جوا انا وعند الاساتذه وكلا منيح قبل ما فوت انه يمكن فيلم مستعجل مثلا كذا عرفت انه بتسائل الخبريه انه قاعدين هلا طيب حبيبي تعلم يعني بدي يعني هول الاسماع كلنا سمع تعا ننسى أيام اللي راحت أيام العذاب المرة وسنين اللي ضاعت تعا ننسى يا قلبي بعض ليل الغربة صعب الفرقة صعب لاحظ صعب الفرقة صعبة ما إلها أمان تعا ننسى يا روحي أعيش بروحي جروحك وجروحي يشفي هالنسيان تعا ننسى يا عيني لون الدمع بعيني ما بينك وبيني أقوى من الزمان أقوى من الزمان أقوى من الزمان تعا ننسى طبعا طيب شكرا اصلا فيك شخصية الأستاذ ملحم فيك شفت عندي كل شيء ما تقول لي عندي كل شيء اسم الله عليك عرفت كيف؟ سبحان الله سبحان الله هيك بتعرف نعمة من عند ربنا هيدي بس انا ستيل غير اقول لك شيء خطر علي شيء بده ياثر انا ستيل شوي تربي قديم يعني بسمع اسمهان بسمع ام كلثوم
شو يعني بدك تستدرجني لأسمعك لا يعني؟ بس إنه عم قلك إذا شيء إنه أنت بتعرف أكيد ودارس وتفهم بالمجال يعني. طيب حبيبي يلا ما بيأثر سمعني يعني بحب موتر حسك موتر. لا شوي صغيرة أكيد إنه واحد إنه كل إنسان بيكون موتر قبل ما يفوت على كاستنج أو شيء، أو حتى إنه إذا إنسان فهمان قدامه بيخاف إنه يعطي الهم إنه يغلط أو مثلاً يعمل شيء غلطة يأكل عليها شيء بهدلة. يلا يلا أنا معك أنا معك يلا قول. أنا سمعك قطعة على أسمهان هيك صغيرة بحبها كثير. أسمهان؟ أسمهان هي اللي عاتت شهادتها بصوتي يعني كنت ناسي الموضوع سكرت بحبها كثير. الله يخليك أستاذ. بس اسمعني بس استقل لك. أسقينيها بأبي أنت وأمي لا لتجلو الهم عني أنت همي املأ الكأس ابتسامة وغرامة فلقد نام الندامة والخزامة فلقد نام الندامة والخزامة زحم الصبح الظلام فإلى ما قم ننهنه شفتينا ونزوج موجتينا راضي الحب علينا يا حبيبي بأبي أنت وأمي أسقنيها لا لتجلو الهم عني أنت همي. ما بيسوى. بس وين الغلط؟ ما بيسوى هو العرب الحلو العرب البشعل عم تعملها ما في ركوز. هلا تمرنت علي كثير عطلان الهم ما بيسوى ما تغني أنا بنصحك ما تغني يعني حضر شيء تاني معك. طيب كيف عم تقول اشياء بشعة يعني ما فيها هال رفت كيف يعني انت ما بتغني غير هاللون ايه؟ ما يعني انا بحس انه الله كبير الله كبير الله كبير بده يكون عندك يعني لو اذا اعطوك وطني رفت كيف وطني حب هذا تكون ادب تكون الوقف شوف حضار كيف يعني حضار كيف يعني نحنا ما اعتدينا ولا أذينا حدا ولا يوم حناينا بوجه اللي اعتدى بوجه اللي اعتدى احتلوا أراضينا شفتون احتلوا أراضينا وحطوا زلوا أهلينا وحطوا العل فينا بيحكوا بالسلام روح يا سلام سلم على سلامهم يا سلام. طيب عرفت كيف يعني بدي يكون عندك من كل شيء ما تحسسهم بملل خليك خلوق خليك فهمت كيف قصدي خليك كف الابلكيشن تبع ما تلهينا لا ما بتعرف بس ما لانه لا ارتحت لك كثير انه بحب انا اكون موجود حد انسان خصوصا بالموسيقى فهمان تقدر اخذ منه مع محضر غنية صغيره كمان لست فيروز هي وطنيه هي فيها شيء وطني ست فيروز هي عراسه بس يعني انا اكيد بس بدي اياك تسمعها بس انه اذا منيحه او مش منيحه انه بركي ما بقولها اذا كانت خطر علي سوارة العروس مشغولة بالذهب سوارة العروس مشغولة بالذهب وانت مشغول بقلوب يا تراب الجنوب رسائل الغياب مكتوبة بالسهر وانت بالعز مكتوب يا تراب الجنوب وبتولع حروب وبتنطف حروب وبتضلك حبيبي يا تراب الجنوب. اسمع مني لإلك غير مهنة
مش لبقى استاذ، لانه سمعني كذا حدا وقال لي انه لازم اقدم على شيء. كذاب بدك اياه يعني. انا بشهاده بشهاده اللي انا اعطوني اياه هون انت ما حدا مش حاله بتكون عندك عرفت كيف يعني من هون نحن يا بشر من هون هالاتيتود يعني من هون من قصه عمر من بسمه الايام للايام من صوت بجيب البكي عالبال من كوخ من عرزال من موال ومن داني وعنقود من توتي من غيمة بلاد المطر من هون من خاطرك ومن خاطرك وديني مرسال. كل كاستنج بيطلع له واحد. استاذ في اتصور معك؟ اي اكيد كمان بس عدنا نصير مشهور بطل تعرفنا. سوري اسمه ما بقول شيء. انا حظي ليش هيك بعد وحده انا خليك ابني بحبها. كم عينك بتصورنا على خليك؟ اي لحظة زين. شيء ابتسامة ابتسامة. ما هي ابتسامة من حبيبي عافية. يلا تعرفنا أستاذنا. سمعت الأرقام اللي هي اللي قالوا لي تكون من جوا يعني. أرقام. الأرقام. بتاعك ده. بتاعك ده. موفق تعرف عليه حد حده. لوين؟ لوين؟ حمام. فوت على حمام. موفق جود لك بالكاستنج. ده ماله؟ ما بعرف. حشر فل. أبلكيشن لجنين. أبلكيشن. إذا بدك. 7-8-6. 7-2-1-1-7-5-6 يتفضلوا العناطري. طب أنا ما ألم ما لحقتش أعمل. إذا بدك لا إذا بدك جوا هني بعبوا لك. طب ينفضل. أوكي يلا. جود لك يا شباب. رح احكي اول شيء عن صوت رافائيل اللي هو اول شيء مثل كتير حلو وكان الباساج تبعه له كتير حلو. بس انا بالنسبه لي هو عم يحكي كل الوقت رافائيل عم بيصرخ يعني. اوكي يمكن هذا الشيء كان منيح للمشهد هون بس ولكن هذا الشيء ما عم بيساعده بالصوت انه عم بيكون صوته اوقات مبحوح وهو هذا الشيء عم بيزعجه. باول بارت سمعنا انه كان في شيء منه نقي بالصوت. سمعنا انه عم بشد هو عم بغني. هو لازم يعرف يبلش يريح صوته لانه كل الباقي كثير منيح سو بس اذا بيريح الصوت بيقدر مزبوط يعطي المدى يلي لازم والريحه يلي لازم تبين الصوت هيلثي وصحي. كمان في شغله ثانيه انه هو عم بغني كل الوقت فول فويس ما عم بيعطي نيانسات. غنى اليوم حلو انا شايفته عم يتحسن بس بدي يقدر يستعمل نيانس لانه النيانس اول شيء بيساعدوه بالليونه وبيريحوا له اوتاره صوتيه وبخلوه ما ينبح كل الوقت. لازم قفلاته احسن بس بعد في محلات القفلات والعرب بدهم شويه تثبيت. والشد كان مبين كثير بالنسبه له اذا نطلع برقبته هو عم بغني كانوا مبينين شريينه وشادد وتاندو. انا مع انه يلبي المشهد بس مش مع انه يأذي صوته سو هذا الشيء بدنا نشتغل عليه ورافائيل لازم ينتبه له لانه مقدم بكل شيء وانا بهنيه على اللي عم يعمله. أما بالنسبة لمروان فمروان غنى كتير حلو مثل العادة. بس أنا بدي ألفت الانتظار بدي ألفت النظر لشغلة واحدة عن مروان إنه العالي شوي بعد بنده روندور العالي يعرض شوي ما يكون هيك شوي مزروق أو شوي إيجو بقيت ما تبقى عم بغني كتير منيح. كان كتير حلو المشهد. مروان في شغلة مروان اول شيء بلش يحكي على صوت واطي يعني كان الصوت ما عم بيودي بده شغل على الديكسيون اكثر. صوت حلو كثير ما اختلفنا بس في شغل كثير مع مروان خاصه من تحت لانه القرار اذا ما عرض القرار بصفي الطريق ضيقه فوق يعني بالنوتات العاليه
هيدا الشغل ما بيجي بنهار وبنهارين، يمكن بعد في شهر شغل إن شاء الله يضل معنا تيستفيد وتتشوفوا قدي صوته حلو. هاي من جهة مروان، وأكتر شيء بده شغل على السوفل، النفسه منه مزبوط، مشان هيك ما عم بيقدر ينقل. وأكبر برهان لما بلشوا بآخر غنية هو ورافائيل، رافائيل بلشها مروان كملها، يعني لو بده يبلشها كمان من تحت كان ضيقة ما قدر طلع، كان نفسه ما ساعده. هاي مروان. هلأ رافائيل، رافائيل كتير مغير بالفعل، وصوته كبران كتير، فجأة فتح صوته، فهم شو بدي وشو بدنا. بس في شغلة، الصبي فوضوي، لأنه فوضوي كل شيء أخده على كبير، بده في نيانسات، في مطارح، بده إحساس، كله عفرد فوليوم، هيدا شيء ما بيجوز. هلأ في شغل كتير مع رافائيل يتقدم أكتر وأكتر. وفي شغلة مهضومة كتير رافائيل، ذكرني محمد عطية بستراكت وان، لأنه كان مهضوم هداك كتير كتير، وإجينا واحد تاني مهضوم كتير، الله يوفقهم. بتجنن الفكرة. كان عنا ثلاث كاركترات على فكرة هون، يعني كان في إيهاب ما بدي أنسي لأنه فظيع، بموت من الضحك هالتأم اللي ضيق عليه، وهو جاي بفتكر عم بيعطيهم النوت، ما هيك كمان فظيع هالصبي قديش بيعرف يكون وراء الكواليس، مش معقول، وبذات الوقت كأنه قدام بيشتغل هو ورا، مش لإله الدور، بيشتغل بضمير وكأنه لإله. نخلص من إيهاب، منروح على رافائيل ومروان. أنا بدي معلي بدي أعطي تحية لرافائيل، لأن إحنا ما بدنا ننسى أنه مروان كان مسافر، ومروان إجا من شوي، ورافائيل عمل يعني الفكرة أكيد اشتغلها دوبل، لحتى لأن عطول لما يكون حدا مسافر ويجي رفيقه بيشتغلوا دوبل وتريب اللي يقدروا يلحقوا حالهم، وكانوا كتير منيح، برضو كانوا كتير منيح. أنا بالنسبة لإلي بجننوا، بحس أنه عن جد بلا مزح بشوف حالي فيهم لما أعطيهم فكرة وينفذوها هيك. هيدا اللي كنت عم قوله بالأول، مش معناتها أنه أول فكرة ما بتسوى، بس أول فكرة ما فيها خلق. هيدا بعدين كمان في تحية تانية لرافائيل بتقول أنه هو قبلان يلعب الدور الأقل، يعني هو قبلان يكون الأقل يلي تنازل، لأن هيدا أهم منه بكتير. هيدا شغلة كمان مهمة كتير، وهي بتبين عثقة بالنفس. يمكن رافائيل عم بتقولي فوضوي، هي مش انا بحسه اكثر من انه فوضوي، هو باسيوني، يعني هالقد بزت حاله بهالاشياء اللي بحبها بصير ما بقعد يعرف شو بده يعمل، لانه بعده صغير بالعمر، ولانه بده رجلجه، وبكره بيعرف وبيعمل كاركتيره الخاص وبيمشي. وانا شايفه انه صوته عم يتحسن. بالنسبه لمروان صوت حلو كتير وغنى حلو كتير، وانا مبسوطه فيهم كتير وبحبهم كتير. أنا بدي أقول شغلي أنه عن جد هالسنة في مستوى كتير عالي على صعيد المشاهد اللي عم نشوفها، وبدي أقول شغلة تانية، مبسوطة جداً أنه بحس هالتلاميذ عن جد عم بيستعملوا الأشياء اللي عم نتعلمها بالصف. يعني مش من يومين كنا عم نعمل إكزرسيس عن كاركترين عكس بعضهم بيلتقوا بمكان عام، ولقيت انه كتير ذكي، يعني فكرة رافائيل وكيف هو استخدم الفكرة وكيف لعب، يعني دايما التلميذ يلي بيسمع وبينتبه وبياخد ملاحظات وبيرجع بيطبقها، منلاحظ قديش بيتطور اسرع من التلميذ يلي بيبقى باسيف بالصف، يلي بيبقى قاعد وما عم بيشتغل بالصف. اذكى شيء عمل هون انه هن صحيح كاركترين عكس بعض، ولكن كل واحد لعب عكس كاركتيره، يعني انه الواحد كتير واثق من حاله ببين قديش هو منه واثق، يعني واحد كتير مش واثق من حاله طلع هو الواثق من حاله وهو البقى بالكاستينج. يعني دايما انا بقول له ما تلعبوا الشخصية، لعبوا نقيضة، يعني دايما لعبوا العكس، ما تفتشوا انكم تضحكوا العالم، لعبوا بكل جدية وبيضحكوا العالم. فهون الشيء الذكي اللي بلش، ديجا بلش بالاسم، الشهرة، الجنسية، كيف
هل الابليكيشن توزعت على اثنين واكتشفوا انه هن اللبنانيين كثير ذكيه كيف بلشوا وكثير ذكي كيف لعبوا هالكاركترين العكس بعضهم وكل كاركتر لعب نقيض كاركتره يعني تبين بالاخر قديش رافائيل منه واثق من حاله لانه هو اللي انسحب وعطى رقمه لمحمد عباس ومبين قديش مروان يلي بيقول انه هو منه واثق من حاله قديش ثابت وقديش صوته حلو يعني والتركيب المشهد كتير ذكي لانه دائما اللي عم بيقدموا لنا اياه مش متوقع يعني مش متوقعين رافائيل ينسحب واجمل شيء لما بقول له لإيهاب يلي استخدمه بالمشهد كمان بحب اوجه له تحيه كثير ذكي عدا انه يعطي النقطه انه عمول معروف صورنا لانه هيدا رح يصير كثير مشهور يوما ما انه ليش دائما حظ هيك انه ليش دائما انا بوقع على حدا يعني بنفهم قديش رافائيل معانا قبل انه هالانسان قديش بفنص قال له جمله كثير حلوه قال له ابني بحبها قديش يعني المستقبل شو بيصير يعني قديش بفنص وهو هو هيدا تيبيك اللي بفنصه انه بشهاده اسمهان ايه هيدا عطتني شهاده يعني دونك لقيت انه عن جد وإيهاب كتير ضحكني مع انه ليكو قد حضوره هيك ساكت بس رياكسيون إيهاب مع كل واحد عم بغني كيف ينبسط ويضحك بعبه وينبسط بمروان ويعني كتير لذيذة كانت هيك رياكشن تبقوله عن جد بهنيهم اثنيناتهم ثلاثة تون وحتى محمد عباس كيف فات بالآخر هيك إنه ضايع وبده الأبليكيشن يعني كتير في تمثيل كتير طبيعي عم بلاقي إنه عنا بروموسيون جيدة من الممثلين ما هيك كلوديا؟ بروموسيون جيدة جدا مرسي أنا ما فيني إلا ما أقول إنه كتير انبسطت فيهم لأن عن جد كانوا كتير حلوين يعني كانوا مقنعين هلأ رح أحكي عن الأصوات أنا بنبسط برافائيل بشغلة إنه رافائيل يمكن ما يكون أحلى صوت بالأكاديمي بس رافائيل عم يعرف يشتغل عم يعرف يبني حاله عم يعرف يسمع الملاحظات والدليل إنه مش من زمان رافائيل كان نوميني وهلأ بلش يفوت بالتوب فايف بالبرايم لأنه عم يعرف هالقد يشتغل على حاله عنده ثغرات بصوته عنده نقاط ضعف ولكن هو واعي لهم هيدا الأهمية اللي عنده يعني واعي لنقاط الضعف اللي عم يشتغل عليها وهو عن جد باكج كاركتر وثقة بالنفس بالإضافة إلى أنه عم يعرف يحسن صوته أكتر بالنسبة لمروان أكيد أنه مروان صوته كتير حلو ولكن اليوم أنا بشوفه أنه اختار أغنية كتير يعني إسقنيها بدها تكون كتير مدروسة منيح تقدر الواحد يغنيها يمكن تفاصيل مشكلة الناس تنتبه لها بس أنا كنت مع أنه ينقي شيء واثق منه أكتر لأن هيدا أغنية بدها تكون مش لأني بعرفها أو سمعها بدها تكون مدروسة ومحفوظة مظبوط ولكن أكيد غنيها منيح صعبة يعني هيدا من الأغاني اللي كتير بيخطوها بصفوف متقدمة ولكن هو محاولة منه لأنه بعرف قد هو بيحب هيك نوع وصوته أكيد بيقدر يغنيها ولكن بحاجة أنه يكون درسها أكتر بس ورت العروس كمان حبيته ولكن عندي شغلة إنه أوقات بحسه هيك بده نكزة بيظهر عن الطبقة إنه مش لازم هو يكون هيك بالعكس لازم يكون مرتاح أكتر كان شوي متوتر وهالشي بين من خبطة إجره على الأرض يعني كان عم يخبط إيقاع بإجره ولكن هالإيقاع كان غير منتظم بقى هيدا دليل إنه هو كان متوتر صوت كتير حلو صوت كتير مميز ولكن عليه يعرف أكتر يحافظ على هدوءه تيقدر يكون صوته ثابت وما يظهر أبداً عن النوت لأن ممنوع مروان يظهر